يركب الخط ايضا كان صاحب القميص رقم 14 تشابي الونسو. ريال مدريد عنده محاوله جول جول لمسه رونالدو تعيد ريال مدريد واحكام قرعه ايضا دوري ابطال اوروبا. علينا ان نودع فريق من هذين الكبيرين في فتره مبكره جدا من الدور ربع النهائي. هل يكون ذلك بايرن ميونخ ام ان يكون ذلك البطل ريال مدريد؟ اسئله صعبه. عن طريق توني كروس ياتي بمحاوله عاليه وقويه. الله الله، التهديد الاول في الكره الماضيه كان من جانب كريم بنزيما. نعم كريم بنزيما، كريم من اخرى في المكان السليم. روبن ربما ياتي الان بالعرضيه، يفعل ذلك للاعب، يفكر في التسديد، سدد. نعم الابا سدد ديفيد الابا في الكره الماضيه، اللاعب اللي عنده 58 مباراه في دوري الابطال بالمناسبه وعنده 5 اهداف، لاعب اوستريا فيينا سابقا. لاحظ الكره الماضيه استقبلها نادي ريال مدريد، كره الى ضربه ركنيه تلعب عاليه الان والمحاوله مستمره وجول جول. يتقدم بايرن ميونخ، يتقدم فيدال المحارب، يتقدم المحارب الجيلي وياتي بكره قويه جدا لا تصاد ولا تراد، وبالتالي يتقدم. نعم بايرن ميونخ اللي وصريحه في اللحظات الماضيه وفيليب لام، وهذه خطيره، هذه خطيره من جانب توماس مولر، لكن يا لها من نقله ويا لها من لمسه من جانب فيليب لام. عينك على فيليب لام من اللمسات كما هو الان يحدث. كره عاليه خطيره، فرصه، اوهو، كاد فيدال هو نفس اللاعب فيدال. نعم انه ياتي بهدف، بهدف اخر بالمحاولة قائمة، الكرة لا زالت مستمرة والتسديدة وتصل. ضربة جزاء، ضربة جزاء تحتسب، ضربة جزاء تحتسب، ضربة جزاء يتقدم، يضيع 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 فيدال، اختار القوة وبالتالي سدد بقوة وضاعت ضربة جزاء. كان بالإمكان أن يكون بايرن متقدم بهدفين نظيفين ولكن ضربة جزاء ضائعة. بعد وأليانز أرينا سيرتاح قليلا فقط لأن تعود بعد ذلك المعركة الكبيرة بين الفريق البافاري وبين الفريق الكبير جدا في إسبانيا والعالم ريال مدريد. تكب الخط أيضا كان صاحب القميص رقم 14 تشابي ألونسو. ريال مدريد عنده محاولة جول جول، لمسة رونالدو تعيد ريال مدريد، ريال مدريد بلمسة في غاية الروعة، بداها كارفخال ثم جاءت قدم رونالدو الحاسمة، النجم الحاسم. نعم في ليلة حاسمة، ليلة كبيرة هنا الكرة الماضية. نعم العرضية مثالية، زميل لوكا مودريتش، يا سلام بالكعب في الكرة الماضية وعرضية خطيرة، اوهو نوير ينقذ هدفا مؤكدا من جاريث بيل على بعد 26 متر والكرة تلعب وجميلة ولكنها مرت من جانب أيضا سيرخي راموس الذي سدد الكرة الماضية وحاول أن يأتي بهدف مثلا رقم 11 في دوري أبطال أوروبا في الذي صنع هدف ريال مدريد في الشوط الأول. خطيرة، فرصة، أوهو نوير، نوير أنقذ مرمى بايرن ميونخ، وهنا محاولة وهذه كرة جميلة بالإمكان سدد، سدد الكرة الماضية ولكنها ليست بالقوة التي تهدد حارس مرمى بقيمة مانويل نوير الذي بالمناسبة كما ذكرت هذه مباراة رقم 90 في دوري أبطال أوروبا. وجاء كذلك أيضا بالفعل هنا كريم بنزيما، هذه خطيرة، فرصة، أوهو نوير يلعب ضد ريال مدريد، نوير يلعب ضد ريال مدريد وبالتالي تألق، يا له من تألق. هذه كرة تلعب الآن، هذه سهلة، هذه سهلة، الكروس محاولة من أسانسيو يأتي بكرة خطيرة جول. رونالدو مرة أخرى
يضرب مرتين ويسجل هدفين ويتقدم ريال مدريد. هذا الكبير شل الكثير من الكرات اللي ما تنشل ما تنصد، وبالتالي روبن عند الكرة الآن يسدد كرة قوية، وحارس مرمى كيلور نافاس يسيطر على كرة الماضية. شوف الشوط الأول كنا الله على المرور لكن ما اكتملت، عادت الآن وخطيرة والتسديدة وهذه فرصة، لكن حالة تسلل، حالة تسلل لا خلاف على أن داني كارفاخال واحد من أفضل لاعب دقائق تحتسب كوقت بدل ضايع. خطيرة، جول، هي عاداته، لكن لا، الهدف يلغى، الهدف بفوز ثمين، بفوز مستحق في الشوط الثاني بعد مباراة غريبة بكل ما فيها. شوط كان لكارلو أنشيلوتي وبايرن ميونخ، شوط ثاني فيه انقلاب، بل بركان، بل عاصفة، بل جنون كروي كان رجله الأول بالفعل. كريستيانو رونالدو سجل هدفين ولو لم يكن